الادعياء الكاذبون عادة يتسترون الحركات المهدويه الكاذبه ادعياء المهدويه ادعياء البابيه ادعياء السفاره الكاذبون عادة يتخفون ما يتمكن يتحدى تعال اطلع امام العلماء قول هذا دليلي هذه علامة ما يتمكن لأن عالم يبطل حيلته ويكشف حيلته يتحدى على منه في الدوائر المغلقة حركات سرية يخلوهم في دوائر يغسلون مخهم تعال في الغرفة المظلمة هذا دليلي مو دليل هذا إذا صدق هذا هو الدليل، تعال إلى العلن وتحدى ما يتمكن يتحدى، أنبياء الله كانوا يتحدون يعني عيسى المسيح كان يقول أنا رسول الله وهذا دليلي، أحيي الموتى أتحداكم، تعالوا أحيي الموتى. أي واحد ما يتمكن أن يتحدى المسيح في دعواه في عهده ويحيي ميتا. لأن دا يستند إلى قدرة إلهية قاهرة وإذا واحد يريد يتحدى الله يمنعه من ذلك ما يخليه لأن فلله الحجة البالغة ما يمكن واحد يتحدى خاتم النبي صلى الله عليه وآله النبي قال علنا إجي "وإن كنتم في ريبٍ مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورةٍ من مثله" سورة واحدة تحدي علني 1400 عام هذا التحدي قائم أي واحد ما تمكن يتحدى رسول الله هذا دليل جيبوا سورة واحدة ولو بقدر سورة الكوثر سطرين تقريبا تحدي علني ما يخاف مرتبط بالقدره القاهره الغالبه التي كل شيء بيدها ولكن الادعياء الكاذبون يجون بالظلام غبش غموض في الغرف المغلقه القائد المجهول اللي اسمه مو معروف شخصيته مو معروفه فد اشياء يسوي مو معلوم منين جايب هاي الاشياء؟ من الشياطين جايبها من الأرواح الشريرة من المخابرات الأجنبية مو معلوم منين جايبها صدق تعال تحت بل إذا واحد إجا واستجمع الشروط الثلاثة شخصيته درسناها شخصية المدعي ماهية الدعوة التحدي هذا دليلي قال أنا نائب الإمام الحجة هذا دليلي وأتحدى جميع العلماء في كل مكان إذا طلع مثل هذا بلي نقبل لما قلناه من قاعدة اللطف إذا هذا كاذب الله يفضحه ما يخليه ولذلك يجب الحذر ليش يقولون راجعوا للعلماء لأن العلماء عدهم بصير عدهم نور يعرفون الحقائق الجاهل من ين يعرف حتى إذا يكون مثقف المثقف ما دارس هذه الموازين كثير منهم يعني لذلك ارجعوا للعلماء شوفوا العلماء شنو يقولون